بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة يعني في موضة طالعة جديد كده، دايما غالبا الناس الصغيرة دايما بتحاول تكبر نفسها، الناس الصغيرة التافهة اللي ملهاش أي قيمة بتحاول إن هي تشكل إعلام ينفخ فيها، ويعني زي بالونة منفوخة لكن داخلها فاضي يعني أجوف. فمن هذه الدول دايما الدول الصغيره بتعمل كده، ده يعني اسلوبها ان يعني دايما يقول يجيش اعلام عشان ما عشرة فلوس يعني، واخد بالك، يجيش اعلام، يجيش مرتزقه، ناس ياكلوا على كل الموائد، واخد بالك ازاي، هم معروفين يعني وموجودين كتير جدا، وبيروح يجيبهم تعالوا لمعوني وهيئوني وكده يعني وظبطوني، واخد بالك ازاي، يعني حاجه عجيبه جدا جدا. مره طلع واحد كبير المرتزقه على اليوتيوب، واخد بالك، يوسف لمعي، ابو لمعه، عارفين ابو لمعه الهبات، ابو لمعه ده بقى طلع في مره وقال ايه، ده بيقولوا الامارات تقود مصر، وفيها ايه يعني لما الامارات تقود مصر، فيها ايه حيوان، فيها ايه متخلف، فيها ايه كبير المرتزقه، هي اللي بتاكل على كل الموائد، ده انت لقمه عيشك حرام، ده بتاكلها بالنفاق والكذب، بتاكلها، بص ما عندكش مبدا من اساسه، مبداك اللي يديك فلوس، معروف انت يا يوسف يا لمعي، انت مبداك الفلوس بس، اللي يديك اللي يدفع لك اكتر تنجح، ولو اعطوك لكي تذم نفسك فلتفعل، هتعمل كده، انت فاهم ازاي؟ هي فيها ايه لما الامارات تقود مصر؟ هذا الكلام يعني، يعني في حاجه، في حاجه اسمها الامارات تقود مصر؟ حد يقول لي طيب يعني بنيجي بتزعلوا طبعا لما بنيجي نتكلم على الامارات، الناس بتزعل كتير جدا، احنا مش عايزين نتكلم على الامارات خالص، والله والله ما عايزين، احنا انا شخصيا بنتقد الامارات في حاجات بتمس بلدي، بنتقد الامارات في حاجات بتمس الدين ومخالفه لشرع الله، هذا هو، زي ما بنتقد بلدي لو في اي حاجه، زي ما بنتقد اي بلد في الدنيا لو في اي حاجه انتقدها، اي حاجه تمس الشرع والدين انا هنتقد، وهقول اللي عندي، عجبك عجبك، ما عجبكش اضرب دماغك في ادخل حيط، هو ده، مفيش اكتر من كده. انما يطلع يعني طيب واحد بعد كده طلع مصر لما اتبرعت ب 500 مليون دولار لغزه، لاعمار غزه، طلع واحد من واخد بالك ازاي يعني من البحرين، طلع قال لك مش ممكن ومستحيل ان مصر، ان الرئيس السيسي يعني يدفع 500 مليون دولار لاعمار غزه من جيبه من الخزانه المصريه. لا ده الامارات اللي دفعتها. حاجة عجيبة جدا يعني. طيب يعني انت يعني اني نسيتوا نفسكم يعني ولا حاجة مثلا؟ انتوا يعني انتوا اللي بتجبرونا ان احنا نتكلم. واحنا مش عايزين نتكلم والله. كلنا اخوة. لكن لما انت تقزم من دور مصر او تقزم من مصر، واخد بالك ازاي؟ يعني ده هذا ما يعني ما لا نقبله ابدا. ودي قلة ادب. ده انحطاط. دي يعني دي عدم تربية، أنت ما تربيتش. طب أنت إذا كنت ما تعرفش مثلا يعني ما تعرفش مصر، يعني اسأل جدك، اسأل جدتك، ولو ما تعرفش في كتب، بلاش كتب عشان أنت عمرك ما هتفتح كتاب، خش على النت كده اكتب تاريخ مصر. أنت عشان أنت ابن امبارح يعني مثلا الإمارات مواليد 1971، وكانت قبل كده يعني امارات كده يعني كانوا كم قبيله كده، وهو اصلا كان ساحل عمان، يعني هو اصلا ما فيش حاجه اسمها الامارات، ده ساحل عمان كان تبع عمان، يعني التاريخ ما فيهوش حاجه اسمها الامارات اصلا، يعني ده اللي نعرفه يعني، فاهم ازاي انت؟ فكل الدول اللي طلعت ديت يعني صنيعه سايكس بيكو، فيعني ربنا اكرمكم واداكم شويه فلوس. اي انا فاهم، انا فاهم انت حاسس بعقدة النقص، انا فاهمك ومتفاهم ده، بس طيب ماشي يعني خليه ينفخ فيك وكده، لكن بعيد عننا يعني، يعني مش على حساب انا. طب انت لو انت لو جيت تحط مصر جنب يعني صعب، ما ينفعش اصلا يعني، ده يقلل يعني تاريخ مصر معروف. طلع علي واحده اللي هي الحلوفه، وكلهم بقى يعني فاهم ازاي، كلهم حلاليف، كلهم حلاليف معلوفين كده يعني اصلا يعني بياكلوا تبني. طب انت قال ايه الامارات ضغطت على تركيا على اساس يعني يسلموا
المطلوبين يعني اللي عليهم قضايا اخوان في تركيا وهاربين في تركيا السينما المصريه، الامارات اللي عملت كده. طيب ده الامارات عماله واخداها كعب داير، طحنون بن زايد، واخدها كعب داير على الدول عشان يسترضيه. راح تركيا وراح قطر وقبلها راح مصر. يعني ازاي انا اروح لواحد هو اركعه يعني زي ما بيقولوا يعني اجبره يعني الكلام يكون معقول يعني ازاي؟ دايما ابدا عشان صدقك الناس تقول كلام منطقي. انت بتتعيب في تب، انت مرتزقه، انت قولي بس يعني بلاقي يعني التطبيل مش كده يعني طبيلي زي ما انت قولي. قولي الامارات دي احسن دوله في العالم واحنا نتمنى ان تبقى احسن دوله في العالم. قولي الامارات دي تحط لها تاريخ غلط، قولي دي من عمرها 7000 سنه ولا الاحسن بعد كده لو قلت 7000 سنه تقولي ده هم الامارات. الامارات هي اللي بنت الاهرام وابو الهول في مصر، هم اساس الحضاره الفرعونيه الامارات، ونزحوا من ساحل عمان، ما كانش في الامارات يعني بس انا ممكن تقول كده يعني، ونزحوا من ساحل عمان وراحوا ميناء القصير في البحر الاحمر وعبروا عن طريق محافظه قنا وعبر النيل ذهبوا الى الجيزه وقاموا ببناء الاهرامات هو مش بعيد برضه يعني ما هو في ايه؟ مش بعيد والله. واحد مخرج فلسطيني اصلا يعني ملوش هويه ولا ليه بلد اصلا يروح، هو اصلا حتى بيطعن في بلده. هو ما عندوش انتماء لبلده. واخد بالك ازاي؟ يوسف لمعي ابو لمعه ده كذاب. يقول لك ايه فيها ايه الامارات تاخد مصر؟ يطلع واحد بحريني ربنا يهديه يقول لك مستحيل ليه يا حبيبي؟ مستحيل ليه يا بابا؟ مستحيل ليه؟ مصر كبيرة أوي، كبيرة عنك وعن أقول لك وعن العالم كله عشان ده فاهم. مصر كبيرة كبيرة أوي، أنت بتتكلم على دول كلهم أقزام بجوار مصر العملاق. مصر دي عملاق يعني فاهم عملاق والله. وأنا عارف إيه؟ أنا مقدر إنكم أنتوا حاسين بالنقص، حاسين إنكم أقزام أقزام كده يعني. أنا مقدر ده كويس وأتفهمه. طيب أنت كبر نفسك من غير ما تطلع لك تف يعني وتكذب يعني. يا ريتك يا ريت إنه حقيقي، يا ريت انه حقيقي. واحنا بنحترم الناس فانتوا خليكم محترمين. يعني ما بقاش معانا فلوس خلاص ندفع لغزه، عندكم فلوس انتوا؟ طب انت اصلك صغير، خلقت صغيرا، حاول تكبر يعني بس مش بالكذب يعني، وانك تأجر مرتزقه بياكل على كل الموائد يعني يلمعوك ويحاولوا. مش ممكن تكبر مستحيل، لان هو يعني فاهم ازاي، هو الناس كلها عارفه. كان في راجل دايما وابدا كده يعني ربنا يعني غناه من بعد فقر يعني، فابنه ما شافش الفقر بتاعه، فكل ما يطلع يسمع يعني يقول لك ايه ده فلان ده كان كذا وظروفه كانت وكانت وكانت. بعدين الولد جه في مره بيقول لابوه ايه يابا شرفني يابا انت ايه في، يقول لي التاريخ بتاعك. قال له يا ابني لما يموت اللي يعرفه، اللي يعرفوه ما يقدرش هو يقول كلمه والناس اللي عارفينه كان ايه موجودين هيجي يقول اه اسف انت ايه انت ما انت امبارح انت مواليد 6 الصبح كده على طول يعني مش هيقدر يقول انت فاهم، مش هيقدر يقول كده. فلما يموتوا اللي يعرفوه يبقى يكتب براحته بقى، يفتح يبقى ابو لمعه بقى بجد. فيعني دوله الامارات مثلا، واحد يقول لي طب ايه ذنب الامارات يعني في الكلام ده؟ اقول لك ذنبها ايه؟ ذنب الامارات ان هي بتاجر ناس ما بيعرفوش يطبلوا. غش ناس بهايم يعني. ذنب الامارات ماجره ناس عشان ينفخوا فيها. طيب يا عم انت انفخ فيك، تنفخ فيك براحتك بس مش بالكذب. بالكذب بس بعيد عننا. بعيد عن الثوابت، اصل مصر دي من الثوابت في الدنيا. هي ام الدنيا يعني، جيت اما بيت تكره تحب. انت هتتكلم يعني معلش. فيعني ده غباء غباء. انت تاجر ناس غبيه. ناس بص زي الاطرش في الزفه، انت الاطرش اللي هو ما بيسمعش في الزفه. عمال بقى يعني هبله ومسكوها طبله، ها هبله على طول، فرح بتطبل جنازه بتطبل. والله هبله ومسكوها طبله. فدول هو ده مصدر رزقهم، انت بقى بتختار ناس زي كده، مالهم امال مصر؟ ما يقولوا عليك يا عم ان انت يعني. فياريت يا جماعه تحترموا نفسكم. الحلوف يعني معلوف، الحلوفه تشوف لها شويه تبن او تغير نوع التبن، تغير نوع التبن اللي بتاكله عشان تعرف تتكلم. والتاني بقى كده يعني عقله شويه، عقله عيب. دي مصر، مصر مصر يا حيوان انت وهو.
مصر يا متخلف، مصر يا جاهل، يا أجهل من دواب قريش، دي مصر. كما قال الشاعر عن مصر: أنا إن قدر الإله مماتي فلن ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. مصر أم الدنيا. أنت مش فاهم، يخرب بيتك. أنا عايزك تفهم، والله العظيم عيب عيب أنت بتقول ده، الناس بتضحك عليك. ويعني وبيجيبوا الكلام للدولة اللي مشغلاكم. غباء كده. عيب. والله والله العظيم يعني من المبكيات المضحكات. احنا بنضحك يعني عليكم كل حاجه، بس يعني يعني مش كده. يعني الكذب ما يكونش صراحه كده. ما تقولونه كذب محض له قرناء. ولا يوسف ابو لمعه لك في ايه تقود مصر تقود الامارات؟ تافه التاني. مصر مش ممكن تدفع 500 مليون دولار. ايه؟ تانية تقول اكبر الامارات. يا عم الله يهديك، الله يهديكم جميعا. بتجيبوا الكلام للبلد اللي مشغلاكم. ذنبها ان مشغلاكم بصراحه. يعني ما هو الخليفه العار تجيب لوالدها اللعنه. الخليفه العار تجيب لوالدها اللعنه. خلاص؟ فيعني نرجو من الاخوه الاماراتيين يلموا كلابهم. يلموا الطبالين بتوعهم، يقول لهم يعني مش كده، او اكتبوا لهم السكريبت كويس يعني، ولا ده بقى خروج عن النص. مش بعيد بقى حد يطلع لنا ان الامارات هي اللي بنت الاهرامات يعني، وابو الهول، واخد بالك ازاي، وهي اصل الحضاره يعني وكده يعني. انا كانش في حاجه اسمها امارات ساحل عمان. طب التاريخ ما هو امبارح، وانا بقول لك حاجه غلط، ما حدش يزعل. والله بالامارات ما حدش يزعل. كل اللي انتوا شايفينه ده كله معروفه لنا، والدول اللي سميتها كل ده سايكس بيكو. لكن هي مصر معروف ده مكانها. لكن يعني مثلا معلش دوله اسمها لسه متسجل الساعه 6 الصبح، مش ممكن، مش ممكن يعني. الاحساس بهذا النقص الشديد، هذا احساس مش بنقص، ده هذا احساس بنقص مع حقد على مصر. مصر اكبر بكتير انكم انتوا شويه تحف تتكلموا عنها. ولما تيجي تتكلم عن مصر كده يعني لازم تضرب تعظيم سلام. مصر مصر هو قدرنا كده، قد ولدنا كبارا. فانت حابب تكبر مش مشكله. خلاص ابو لمعه، يوسف لمعي، ها اللي اكلك كله على الحرام، لو دولك فلوس هتسيب بنفسك. وانت بحريني يعني عيب عليك، عيب عليك يعني. عيب عيب تتطاول على بلد يعني لم تسيء اليك ولا الى بلدك. عيب. ولا احنا بنسيء للبحرين، البحرين بنحترمها وبنحبها. وبنحترم الامارات وبنحبها، وبنحب شعب الامارات والله. وبنحب كل الشعوب. بنحترمهم. كيف المقابل يعني حاول انك تربي كلب حلو، كلب مؤدب، كلب ما يقعدش ينبح على الناس كل شويه. حاولوا تربوا كلاب كويسه. عشان لما كلب ينبح عليا فبنقول ينعلك هنا على صحابك. فاهم ازاي؟ صحابه يعني اللي مربيه. نشتم الكلب ونشتم اصحاب الكلب. هما بينبح عليا. والمعلوفة حلوفة، حلوفة فوق يا حلوفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بقيت مسخرة خالص خالص يعني كده. أنت طيب ما كنت متلون على كل لون يا باطستة. اللي بيدفع لك بترقصي له وبتطبلي له. يعني هما شوية التحف دول، وكمان يعني انتوا عارفين الطبالين المصريين كمان، ومين مصر فيهم طبلاتية؟ أقول إيه منافقين. تعبنا من أشكالكم القذرة. بلاش تضطرونا نطلع نتكلم ومحدش يزعل من الحق، ده حق ومحدش يزعل منه. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.